تحضير العرس في زمان سابق من السبعين القرن الماضي. جميل وودي كان زي من السبعين وهي كان زي شكل آخر. العرس السوفي كان عندنا صنفين، كان صنف بادية وصنف حضارة. جميل. ديما نحكي اليوم على الصنف تاع العرس تاع البادي. تاع البادي. تحضير تاع العرس يبدو تحضير العرس بالتهيئة تاع اكتساب المال، ودائما وقت الغلة تاع الحيوان نتاعهم. الغلة تاع الحيوان نتاعهم تبدا من مارس ورجع. تقصد الشيخ هذيك يبيع الإبل والغنم؟ بيع الغنم والي هي مواسم. مواسم. وإن الموسم هذاك اللي فيه العائدات المالية. مش يديروا العرس. جميل. مش يديروا العرس. وغالبا تكون في أنا فصل. تكون من مارس وروح. مارس أفريل ماي. من الربيع للصيف. من الربيع للصيف. جميل. هذه الغلة تاع الحيوان. إذا باش ندخلوا الغلة النخل في الخريف. هذا نحكوا عن عرس البادية. جميل. يبدو يبيعوا الحيوان نتاعهم ويروحوا يكسوا، يسموها راحة كساية، معناها شراء الملابس. شراء الملابس يسموها كسوة. كساية يقول لك يكسوا في عرس فلان ولد فلان وفلانة بنت فلان. جميل. رم راحوا يكسوا، مثل هذا من مسافة على الكسوة، كان من مسافة 15 يوم مشي، كان مسافة 10 أيام يكسوا من المدينة. من المدينة يكسوا. نعم. عجبين يكسوا من المدينة. وكانوا في ربما اللي يكونوا بعاد يكسوا من الشقيقة تونس. جميل. واللي يكونوا قراب يكسوا من نام الواد. جميل. واغلبيتهم يجوا للواد لأن التمور تاعهم كلها من الواد يهزوها. هابطين للسوق. هابطين للسوق يكسوا. الكسوة هذه وش يديروا فيها؟ تحضير العرس كامل، تجهيز العطرية، الحلي، الملابس، لأن ما كانش المرأة بك تشري ولا كل الرجال ولا العريس يشري ولا كل باه وعمه وخاله. هم المتكلفين. هذا المتكلفين بكل شيء. ملابس ما هيش كما الوقت اللي رانا عايشينه اليوم، يعني ملابس ملابس وقتهم كانت المرأة يديروا لها قندورة وحلي، واحدة للبيت واحدة للخرج. هذه واحدة للبيت واحدة للخرج. بلاصة الخمار تو كان واحد القطعة يسموها الشان. شوف لحقتوها ما لحقتوهاش، يجيبوا زوج شنات وزوج قنادر وزوج حوالي حلي أكحل وحلي أبيض. الحلي الأكحل الواش؟ حلي الأكحل هذاك اللبسة العادية. والأبيض؟ والأبيض للعرس. مناسبة. لابسة حلي أبيض باللي تبان عروس. جميل. هذه العريس اللي بس العريس قندورة والفافة وخمجة وسروال. كل شيء اللي بس عربي. بسيطة جدا. بسيطة جدا. هنايا تروح القافلة حسب المسافة اللي رام قايبين ما بيناتهم، مثل 10 أيام ولا 8 أيام ولا 15 يوم. في غياب الاستثناء تاع الغياب تاع القافلة رايحين يكسوا، الناس اللي راهي قاعده ثم تبدا تحضر، يحطوا مكان العرس باش نديروه حذا البير الفلاني. نبدو لازم حذا البير. لازم حذا البير. ما يكونش بعيد من البير. أكيد. الماء. يروحوا يوجدوا الناس اللي حذاهم، يستدعوهم. راهو القافله باش تجي النهار الفلاني، اذا كان مثل جو نهار السبت باش نرموا نهار الاحد. وش معنى نرموش؟ نرمو باش نوصلوا للغش للعروس، هذا نسموه الرمي. الرمي جميل جدا. هذا نسموه الرمي. تجي القافلة وسيران القافلة إذا عشت العشية مثل فات منتصف النهار ما عادش يجي حتى وكان قرب للنجع يباتوا جو مغدوة. لازم في الصباح. لازم الصباح من العشرة، من العشرة لحداش. سؤال الشيخ لماذا عنه؟ هكا عادتهم. هكا عادتهم. جميل. كي تولي جاي القافلة، لأن ما خلوش عنها النقاط حتى ولو يكون ملاحظ، تولي جاي قافله لابد اما يديروا طرف ابيض فوق بعير جديد، ولا يديروا معون يبقص فوق بعير. على اساس القافله تاع الكسوه جاي. على اساس القافله تاع الكسوه جاي. جميل. اما يديروا طرف ابيض جديد كان علم. علم كان علم محطوط فوق بعير، ولا كان اللواني تاع الامنيوم هذيك بقص هذيك تلوح الشمس سمش. تعكس الضوء. تعكس الضوء. يديروا انيا من الاواني هذيك. هذه قافله العرس. جميل. عندما تلحق القافله
إذا كان يسمح لنا يديروا حساب حساب تاع الرواح لأنهم يروحوا بليلة الاثنين أو ليلة الجمعة دائما. جميل. الخميس ما ليلة الجمعة قصد الخميس. نهار الخميس ليلة الجمعة أو نهار الأحد ليلة الاثنين.